السلام عليكم، ازيكم يا معلمين؟ ايه النهارده ان شاء الله هيبقى بودكاست عن البروبلم سولفينج اللي كلكم طلبتوها، وازاي تمشوا فيها، وايه هي اصلا، وايه هي اهميتها، وايه اهميه المسابقات اللي احنا بنروحها. وان شاء الله اللي هيعرفنا كل الحاجات دي باشمهندس عبد الله. باشمهندس عبد الله شغال في شركه بيلد اي اي سوفت وير انجينيرنج، وكمان هو وصل لمرحله كويسه في المسابقه بتاعه البروبلم سولفينج، وصل لمرحله الايه صح؟ بس هسيبه بقى هو يكمل لنا كل الحاجات دي. ممكن بس أسأله أسئلة بسيطة انتوا كنتوا سألاه. اتفضل يا باشمهندس. تمام، أنا عبد الله. المفروض الأول نتكلم عن البروبلم سولفينج ايه هي أصلا. البي اس واهميتها مثلا؟ تمام، يعني خريجين كمبيوتر ساينس أو حاسبات ومعلومات في كل أنحاء العالم، المفروض إن هما بعد ما يتخرجوا بيشتغلوا في شركات وكده. طبيعة الشغل في الشركات طبيعي، بما إن أي حد سوفت وير إنجينير فهو في الأول في الآخر شخص بيحل مشاكل، يعني شخص بتواجهه مشكلة والمفروض إن هو بيحل المشكلة دي باستخدام السوفت وير. بس طبعا مش كل الناس بيكون عندها قدرة كويسة على حل المشاكل دي. في ناس بتحلها بشكل أحسن من ناس تانية. في مثلا ناس بتحل مشاكل بشكل efficient أكتر، ما يستهلكش resources أكتر، يقلل التكاليف على الشركة اللي هو شغال فيها قدر الإمكان. وعادة الناس دي بترقى وبيبقى مرتباتهم أعلى بكتير، وبيروحوا شركات كتير، يعني هي الشركات الكبيرة وكده، لأن السكيلز اللي عندهم دي بتبقى مهمة جدا ونادرة جدا يعني. فهو المفروض إن أنت كل ما كان عندك problem solving skills كويسة، كل ما كان فرصتك إنك تتقبل في شركة كبيرة، وفرصتك إنك لما يعني الراتب بتاعك يكون عالي هتكون أكبر. طيب الفكره بقى ان ايه، ان اي طالب في الكليه مش بيكون عنده فرصه ان هو يبراكتس فكره البروبلم سولفنج على مشاريع كبيره. يعني مثلا ما بيكونش، يعني انت مش هتقابل كل يوم مثلا انك شغال في بروجكت فيه داتا كتير وتيبلز فيها ملايين الريكوردز، والمفروض انك تحل مشاكل على لارج سكيل وكده، لان طبعا المشاكل دي بتكون موجوده في الشركات الكبيره بس. فانت ازاي تتدرب على حل المشاكل دي وانت لسه في الكليه؟ هي المشكلة دي كانت حالت أصلا من زمان، عن طريق إن كان في مواقع اللي هي اسمها أونلاين جادجز، بتوفر زي نسخ مصغرة من بروبلمز. البروبلمز دي مش على السكيل كبير قوي، ولكنها كافية إنك لما يعني تدربك على فكرة البروبلم سولفينج، علشان لما تتخرج تكون كويس في السكيل دي يعني، وتوصل لشركة كبيرة وكده يعني. المواقع دي بتقدم، يعني هي ازاي بتنمي عندك فكرة البروبلم سولفينج؟ عن طريق انك تحل بروبلمز كتير، بروبلمز زي ما قلت على سكيل صغير بقى، مش على سكيل كبير. والبروبلمز دي بتتضمن توبكس كتير جدا في الداتا ستراكشرز والالجوريزمز، وبتعالج يعني اغلب البروبلمز دي بشكل ما او باخر بتكون related للمشاكل اللي بتواجهها الشركات في العالم الواقعي يعني. طيب يعني طب زي المواقع زي دي مع حضرتك أكيد لينك ليهم بقى، هي هما مواقع كتير جدا وفي resources كتير، يعني في مثلا ايه زي كود اشهرهم فورسز وزي هاكر رانك والحاجات دي؟ في كود فورسز، اد كودر، هاكر رانك، توب كودر، ليت في كود. كود شيف، ليد كود، هما مواقع كتير يعني. هو الفكرة بقى، يعني بعيدا عن الموضوع ان هو بيساهم في انك على مس يعني على يعني بالنسبة للكارير بتاعك فهو حاجة كويسة جدا، هو برضو بيكون لي مميزات وفوائد تانية غير فكرة ان انا لما اتخرج هشتغل في شركة كويسة وهيكون فرصة ان انا اخد راتب كبير، فرصة عالية يعني. زي مثلا يعني الشخص اللي بيحل بروبلمز كتير، مع الوقت فكرة الامبلمنتيشن سكيلز بتنمى عنده. يعني implementation يعني اللي هو أنا في دماغي فكرة وعاوز أترجم الفكرة دي لكود على الكمبيوتر. فدي طبعا سكيل مهمة، لأن أي سوفت وير انجينير هو ده اللي أنت بتعمله أصلا يعني. فأنت مع لما تحل problems كتير ولما تقابل أفكار ومشاكل كتير، مع الوقت بالنسبة لك هتكون المشكلة في إنك تجيب الفكرة نفسها، مش المشكلة في كتابة الكود، لأن ايوه كتابة الكود أو الامبلمنتيشن هيكون إيه، هيكون سهل مع الوقت يعني. فدي حاجة، فكرة الامبلمنتيشن سكيلز. فكرة الديباجنج سكيلز، من انك بتحل بروبلمز كتير وبتكتب كود كتير،
فانت بالتبعيه بتقابل بروبلمز سوري بتقابل مشاكل كتير مشاكل كتير وايرورز كتير. أيوة. فده برضو المشاكل دي انت بتتطلب ان انت تدور عليها وتحلها وكده. فده بينام عندك فكره الديباجنج اللي هو انك تلاقي البج بسرعه فين وتحاول تحلها باسرع في اسرع وقت يعني. طبعا بعيدا عن ان الموضوع بيخليك قوي جدا في الداتا ستراكشرز والالجوريزمز، يعني انت اثناء التدريب على حل المشاكل والبروبلم سولفنج فانت بتتعلم داتا ستراكشرز كتير والجوريزمز كتير، والحاجات دي هتلاقيها بعد كده في توبكس كتير في الكمبيوتر ساينس زي الاوبريتنج سيستمز والداتا بيزز والنتوركس والديستريبيوتد سيستمز، وحتى وانت بتشتغل هتقابل حاجات منها يعني. برضو بتنمي، يعني هي مش حاجه ريليفنت قوي بس بتنمي مهارتك في الماس والكريتيكال ثينكينج. اغلبنا واحنا في ثانوي وكده او اعدادي وابتدائي يعني الماس بالنسبه لنا كان ان احنا نحفظ فورمولا ونطبقها وتيجي في الامتحان وكده. انما بقى لا، البروبلم سولفنج بيعلمك ازاي تفكر بشكل اعمق من كده، ازاي تستخدم الماس في انك تبسط المسائل وانك تستخدم النظريات اللي انت بتتعلمها او حتى الحاجات اللي انت اوريدي عارفها من قبل كده في انك تحل بيها بروبلمز وتبسط المسائل اللي انت بتحلها. فده يعني كده نقدر نلخص الموضوع ده ان البروبلم سولفنج اهميتها ان هي بتقوي تفكيرنا وكمان بتخليك شخص افضل في كسوفت وير انجينيرنج، يعني بيحل بروبلم سولفنج وحاجات من دي وبيديك بالظبط فرص اكبر في الشركات والحاجات دي. بالظبط طيب كده احنا عرفنا ايه هي البروبلم سولفنج، ان انا بحل مشكلات وهي دي اصلا وظيفتك كسوفت وير انجينير كده كده، بس الافضل لما بتتمرن اكتر بتبقى حد اشطر ان هو يحل المسائل في وقت اقصر مثلا. تاني حاجة أهميتها عرفناها من حضرتك دلوقتي، وكمان غير كسوفت وير انجينير ان هي بتعلي تفكيرك اكتر. طيب ممكن بقى تكلمنا لو خلصنا النقطة دي، ممكن تكلمنا عن المسابقة وأهميتها وإيه هي والكلام ده كله. تمام. هو في ناس كانوا في السبعينات مش فاكر في جامعة في كندا أو أمريكا، قرروا إن هم يعني إحنا ليه البروبلمز الصغيرة دي ليه مثلا ما نحطهاش في جو تنافسي، نعمل زي مسابقات كده نخلي كذا مجموعة من الطلبة أو مجموعة من الفرق تتنافس في حل البروبلمز دي. ومن هنا بقى جت فكرة البروجرامينج كونتست أو البروجرامينج كومبيتيشنز، دي المسابقات اللي بتعتمد على البروبلم سولفينج سكيلز. المسابقات دي بتبقى عبارة عن ايه؟ كل مسابقة بيبقى فيها مجموعة من المسائل زي ما قلت على داتا ستراكشرز، بتختبر يعني مهارة الشخص في داتا ستراكشرز والالجوريزمز والكريتيكال ثينكينج والماث. والمفروض الكونتست دي بيشارك فيها كذا كذا شخص او كذا فريق يعني. وبيكون في وقت محدد للمسابقات دي. الشخص اللي هو كل ما الشخص او الفريق ده حل مسائل اكتر في وقت اقل كل ما كان ترتيبه اعلى في المسابقات دي. في انواع كتير من المسابقات دي، في منها اللي بتعمل اونلاين زي في مسابقات كتير بتعملها الشركات الكبيره زي جوجل هاش كود، جوجل كود جام، جوجل كيك ستارت، في برضو فيسبوك هاكر كاب، في توب كودر تقريبا او اد كودر بيعملوا برضو اونلاين كونتست، وفي برضه المواقع اللي انا كنت قلت عليها قبل كده اللي هي الاونلاين جادجز بتعمل مسابقات كل فتره صغيره يعني بتبقى اونلاين برضه. وزي طيب ما قلت اتفضل، لا لا تفضل كمل. هو زي ما قلت برضه المسابقه الهدف من المسابقات دي ان هي تنمي عند الشخص مهاره البروبلم سولفينج في بيئه تنافسيه. فده يحفزه اكتر ان هو يتمرن اكتر صح؟ بالظبط طيب مسابقة اي سي بي سي بقى بالاخص او اي سي بي سي بالاخص، تمام عايزين نتكلم عنها شوية. حلو. هو انا قلت ان في نوعين من المسابقات اللي هي الاونلاين واتكلمت عن اونلاين، في بقى النوع الثاني اللي هو الاون سايت، ودي المسابقات اللي هي بتتعمل في كونتست فلور زي اشهرهم واقدمهم واعرقهم اللي هي مسابقة الاي سي بي سي. اي سي بي سي اختصار ذا انترناشونال كوليجيت بروجرامينج كونتست، دي بتبقى مسابقة برمجة لطلبة الجامعات بتتعمل على كذا مرحلة. أول مرحلة بتبقى على مستوى الجامعة، بعد كده على مستوى مصر أو على مستوى كل دولة يعني. المسابقة اللي على مستوى مصر اسمها الـ ECBC اللي هي Egyptian Collegiate Programming Contest. بعد كده الستيج اللي هي الريجيونال دي بتبقى مسابقة بتجمع بين كذا دولة أو كذا منطقة
الريجن اللي احنا بنشارك فيها اللي هي الاي سي بي سي، اللي هي افريكان ارب كوليجي بروجرامينج تشامبيونشيب، دي بتبقى على مستوى افريقيا والشرق الاوسط. الناس اللي بتتاهل من كل مرحله بتروح للمرحله او الاستيج اللي بعدها. بالظبط. ودي اخر مرحله دي اللي حضرتك وصلت لها صح؟ لا هي دي مش اخر مرحله، هي دي في بعدها، بس حضرتك وصلت لحد الايه؟ اللي على مستوى افريقيا والشرق الاوسط. بالظبط. طب ايه بقى الفوائد؟ تمام. هو اولا بس المرحله الاخيره بقى اللي هي الورلد فاينلز، دي الناس اللي بتتاهل من الريجنال كونتست او ريجنال كومبيتيشنز بتتاهل المرحله دي، بتبقى بقى على مستوى العالم كله. طيب ايه لازمه ان انا اشارك في المسابقات دي، بعيدا عن اني يعني انا شخص في براكتس بروبلم سولفنج عادي وبحل بروبلمز على المواقع اللي هي الاونلاين دي من غير ما اشارك في المسابقه، ايه اللي هيكون ناقصني او ايه اللي انا هستفيده لما اشارك في المسابقات دي؟ هتستفيد حاجات كتير، منها اولا ان هيكون عندك دافع انك تبراكتس اكتر على يعني تطور مهاراتك اكتر في البروبلم سولفنج، لان زي ما قلت هي المسابقه بتحطك في بيئه تنافسيه، وده من شانه يخليك يديك دافع ولو صغير انك تطور مهاراتك اكتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان المسابقات دي زي ما قلت بتتعمل وسط تيمات، يعني في خلال تيمات، كل تيم بيبقى عباره عن 3 اشخاص، كل 3 اشخاص بيبقى البروبلمز بتتوزع على هيئه ورق كده، كل شخص بيبقى ليه نسخة من البروبلم سيت أو مجموعة المسائل، وكل تيم بيبقى ليه جهاز. طيب الحاجة زي كده من شأنها إنها تعلي الكوميونيكيشن سكيلز عندك، وبالذات فكرة الشرح، ودي قد تبان للبعض إن هي حاجة مش مهمة أوي لكنها مهمة جدا. يعني الأغلب الوقت في الشغل أنت بتكون مطالب، يعني بعد التخرج يعني أنت بتكون مطالب منك إنك أثناء الشغل تشرح الفكرة بتاعتك أو تشرح حل لمشكلة معينة موجودة عندك، أو إنك تشرح بروبلم أنتوا بتقابلوها في الشغل وكده. فمهارة الشرح في حد ذاتها دي مهمة جدا، وبتتدرب عليها بشكل كويس خلال المسابقة، لأن أنت إيه زي ما قلت أنتوا بيكونوا معاك وقت محدد لازم تحلوا أكبر عدد ممكن من المسائل في خلال الوقت ده. فأنا مثلا قرأت مسألة، أكيد مش لو حد يعني أنا مثلا لسه مش عارف أول حل بتاعها، فعاوز أشرحها لواحد صاحبي بشكل سريع، فمش هقول له اقراها من اول وجديد، لا انا هحاول ابسطها عليه اشرحها له بسرعه. بالظبط، اشرح له دي بتقول كذا 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 بشكل سريع، يعني ده من شانه يقلل الوقت، وبرده ان هو ايه يخليكم تاخدوا رانك اعلى. ماشي، احنا كده قلنا فكره الكوميونيكيشن سكيلز وان هي موتيفيشن للبروبلم سولفنج. في بقى حاجه مهمه جدا اللي هي الكونكشنز. الشركات الكبيره يعني فكره الكونكشنز دي هي مهمه جدا، لان انت اثناء المسابقه انت طبعا زي ما قلت انت بتقابل ناس من الناس الكويسين على مستوى الجامعه بتاعتك وعلى مستوى مصر، ولو وصلت للاي سي بي سي فانت بتقابل ناس من دول تانية اصلا. اغلب الناس دي بيكونوا يعني شغالين في شركات كبيره او هيشتغلوا في شركات كبيره، ففكره انك تكون عارف الناس دي بتوفرك فرص شغل كتير جدا، وان يكون عندك كونكشنز بالكم ده فدي حاجه اكيد مفيده جدا، لان زي ما قلت هي بتساعدك كتير جدا في الشغل. لان انا مثلا لما اتخرج انا بدور على شغل او كده، فاشوف مثلا واحد صاحبي شغال في الشركات دي اقول له انا بدور على شغل، فهو المفروض يعمل لي زي ريكومنديشن او كده، ودي طريقه الاغلب الشغل الشركات الكبيره يعني شغل الشركات الكبيره ماشي بالمنظر ده. وده من شأنه يعني ان هو يسهل عليا ان انا اروح الشركات دي. وفي حاجه كمان نسيت اقولها ليها علاقه بالبروبلم سولفنج، ان الانترفيوز بتاعت الشركات الكبيره بيبقى يعني بيختبرك في السكيل بتاعت البروبلم سولفنج. هو الانترفيو بيبقى ببساطه عباره عن مساله او اتنين في خلال وقت معين، والمفروض مطالب منك انك تحل المساله دي. مثلا الشركه اللي انا شغال فيها دلوقتي الانترفيو بتاعها كان عباره عن بروبلم سولفنج، يعني هم كانوا مسالتين وكان مطلوب مني ان احلهم في خلال ساعه. وده برضو زي ما قلت بيعملوا كده عشان هي دي سكيل مهمة جدا، وهم الشركات الكبيرة بتكون محتاجة الناس اللي عندهم السكيل دي. حتى لو انت مش معاك تكنولوجي عادي، المهم ان يكون معاك السكيل بتاعت البروبلم سولفينج، وتعالى احنا هنعلمك التكنولوجي بقى، او انت هتبقى تعلمها على نفسك. يعني التكنولوجي هي اسهل من البروبلم سولفينج. طيب دلوقتي بقى لو حد، طيب اخر حاجة قبل ما نقفل موضوع المسابقة، المسابقة كنت سمعت ان هم بياخدوا عليها قدر مالي لو انت وصلت لحتة معينة، فهل ده صحيح ولا ايه؟ المتسابقين يعني هم اللي بياخدوا حاجة مادية، ياخد فلوس لو وصل لحاجة معينة، مش فاكرة يعني ده صح ولا لا. هو انا وصلت للاي سي بي سي ما حدش اداني فلوس الصراحة،
بس مش عارف بقى الناس اللي بتصعد ورلد فاينانس بياخدوا فلوس او كده، مش عارف. بس حتى لو ما فيهاش فلوس فهو الاستفادة فهي اللي انا قلت الفايدة عليها. كبيرة يعني. طيب يبقى احنا كده استفدنا ان احنا اتعرفنا على ناس كتير اصلا خاصين بمجالنا، ممكن يعملنا ريكومنديشن للشركات، كده احنا بقى عندنا جهة اتصال كبيرة. تاني حاجة كمان ان انا اتعلمت مهارة الشرح، وان انا اوفر على زمايلي واتعامل مع تيم وورك اكتر والكلام ده كله. بس طيب لو حد بقى دلوقتي عايز يبتدي، خلاص هو قرر وعرف اهمية البي اس وان هي مهمة جدا كسوفت وير انجينيرنج ليه، وعايز بقى خلاص عايز يبتدي ازاي؟ ايه هي الرود ماب اللي ممكن يمشي عليها؟ تمام. هو بالنسبة للموضوع ده فهو أنا يعني ناس كتير بتقول إن مفيش رود ماب هي اللي هي دي الحاجة هي الصح. هي الصح. هو في رود مابز كتير وكلهم صح، يعني هتلاقي الناس اللي هي وصلت لأماكن عالية يعني خدت أكتر من طريق، فمفيش طريق واحد اللي هو ده الطريق الصح اللي هو لو حد ما مشيش عليه مش هيوصل لحاجة كبيرة يعني. طيب لو انت طالب في جامعه فيها كوميونتي اي سي ام او كوميونتي اي سي بي سي، فاتدرب مع الكوميونتي بتاعك. هو هتلاقي اغلب يعني الناس دي هتلاقيهم بنسبه كبيره عندهم خبره في التريننج وشارك في المسابقه اكتر من مره، وهيفيدوك بشكل كبير. لو انت بقى عاوز تمشي لوحدك او تتدرب على بروبلم سولفنج مع نفسك، في رود مابس كتير متاحه اونلاين، زي مثلا الدكتور مصطفى سعد عامل رود ماب الشيكات ممتازه بتاعها. للموضوع ده. عامل رود ماب ممتازه للموضوع ده مثلا، ممكن تمشي عليها لو انت حابب. اهم حاجه بس اللي هو سواء اي ايا يكن الرود ماب اللي انت تمشي عليها، فهو انك تكون معاك حد يساعدك، يكون معاك حد منتور ليك، او يكون معاك كوميونيتي او مجموعه من الناس انت بتدرب معاهم، لان ده بيساعدك بشكل كبير. اللي هو لو جيت في يوم مثلا او جيت فتره حسيت ان انت محبط او حسيت ان انت مش قادر تكمل، فالجروب ده من شأن ان هو يساعدك يعني يشيل عنك الفكرة دي ويساعدك انك تكمل. وبرضه لو معاك منتور او كده بيساعدك في حاجة انت مش بيساعدك في اي حاجة انت وقعت فيها، او بيعلي مستواك بأي شكل، فدي برضه هتكون حاجة كويسة جدا يعني، وهتخليك توصل لمستوى عالي بسرعة. طب المونيتور ده نجيبه منين؟ بيكون حد معانا في الكلية مثلا، حد أكبر مننا من الكوميونيتي ذات نفسها أو كده؟ يعني هو اكيد مش هروح مثلا اجيب حد مستواه اقل مني واقول له انت تكون منتور عليا. لو المنتور هو عاده يعني يكون شخص اكبر منك او شخص عنده خبره في الموضوع اللي انت بتتعلمه، خبره اكتر منك يعني. لو حاجه زي كده مش متوفره، فكفايه انك يكون معاك واحد صاحبك، يعني انتوا الاتنين ماشيين في نفس الطريق يعني. خلاص تمام. طيب لو واحد بقى يعني هو خلاص ابتدى في البروبلم سولفينج مثلا مع الكوميونتي وعاوز يزود يعني يبقى بروبلم سولفر شاطر، يعمل ايه؟ ممكن مثلا هو يواظب على ان هو الحل يعني يحل كل يوم ما يقطعش وما يحبطش، حاجات زي كده. يا دي حاجات عموما في التدريب ايا كانت الرود ماب اللي انت هتمشي عليها. ففي مثلا فكره الاستمراريه دي اهم حاجه تقريبا. يعني ما الموضوع البروبلم سولفينج بالذات من اكتر الحاجات اللي نتائجها بتبان بعدها بفتره، مش بتبان في ساعتها. ساعتها وده بيخلي ناس كتير تصاب بالاحباط. فهو الهدف اهم حاجه، سواء اي رود ماب انت هتاخدها او اي رود ماب انت هتمشي عليها، انك تستمر فيها بس مش اكتر. لان الاستمراريه هتضمن ان انت توصل لمستوى كويس. لو انت بتستمر حتى يعني لو انت بتعمل مجهود صغير جدا كل يوم، بس انت مستمر في المجهود ده وبتحطه في المكان الصح، فبشكل كبير يعني ان شاء الله توصل لمستوى كويس. قليل دائم خير من كثير ومتقطع من قطع يعني. بالظبط. طيب كان في أي رود ماب تانية غير شيتات دكتور مصطفى سعد؟ في ليه شيتات أسيوط برضو كويسة ولا إيه؟ هو يعني في رود مابس كتير يعني، ممكن ادينا في مثلا واحدة كمان كده لو فاكر دلوقتي، لو مش متذكر احنا ممكن نبقى نسيب لهم لينكات في الديسكريبشن مثلا. هو في كتير يعني، في مثلا في يعني وفي حتى شيتات لو الأزهر كمان أعتقد. ممكن. انت ذكرت نقطة كويسة ان انا ممكن حتى لو ما فيش كوميونتي اس ام عندي في الكلية او عندي في الجامعة، فممكن اتدرب مع كوميونتي تاني. وده بيحصل عادي يعني، واغلب الكوميونتيز بتكون مرحبة بحاجة زي كده، ما فيهاش اي مشكلة يعني.
ففي زي ما قلت كل كوميونيتي في مصر بيكون ليه رود ماب هو ماشي عليها، ممكن تختلف بشكل او باخر عن رود مابس تانية، وفي كوميونيتيز معتمده بشكل كبير على كوميونيتيز تانية عشان يتدربوا معاهم او كده عادي يعني. في اوبشنز كتير الموضوع ده، اللي عاوز يتدرب يعني هيلاقي ريسورسز كتير للموضوع ده. خلاص تمام. في أي حاجة حضرتك عايز تزودها تاني؟ مش عارف بصراحة، ممكن مش استمروا عارف. وما يحبطوش، دي أهم حاجة. هي دي أهم حاجة طبعا، لأن أغلب الناس بيكون عاوز يشتغل بسرعة، عاوز يجيب فلوس بأسرع وقت، فلما بيخش في موضوع البروبلم سولفينج ده بيلاقي يعني بيلاقي شهر الدنيا شهرين. بتبطأ حبتين عكس بالظبط التكنولوجيا، عكس الناس اللي بدأت مثلا HTML و CSS وكده ولقوا شغل والكلام ده، بس بعد كده غصب عنهم بيرجعوا أصلا للبيزكس الأساسية والحاجات دي. بالظبط. وبلس ان كده كده يعني التكنولوجيا انت تعلمها في عشان مشروع التخرج مثلا او عشان اي بروجكت في الكليه، وهو الموضوع مش صعب قوي، وبلس ان انت مش مطالب منك انك تكون متقن لكل يعني متقن للتكنولوجي قوي اللي انت ماشي فيها. انت كده كده لما تتخرج هتكون فريش جراديويت، او حتى لو انت بتقدم على تدريب من دلوقتي فانت انترن، مش مطالب منك انك تكون تنين مجنح زي ما بيقولوا. فهو يعني هو البروبلم سولفينج اهم حاجه فيه الاستمراريه، وان انا ما احبطش، وعشان يعني حاجه زي كده حلها انك تدرب، يكون معاك منتور او تدرب وسط مجموعه. فبس يعني بس تمام، شكرا جدا يا باشمهندس، خلاص، شكرا. سلام.